الكويت بلد الخير، بلد الإنسانية، بلد العطاء. يعني الأسبوع الماضي بلغت التبرعات للصومال أكثر من 2 مليون ونص دينار، ما شاء الله تبارك الرحمن، وفعلا شيء يشرف ويونس، وتحس أن طبيعة أهل الكويت حب الخير ومساعدة المحتاجين. أكيد، كيف لا، وأن صاحب السمو والدنا وقائد مركب هذا الوطن الجميل، قائد العمل الإنساني، سمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عسى الله يحفظه ويرعاه. والكويت أيضا مركز العمل الإنساني، وهذا تكريم أممي غير مسبوق. أكيد بنقول أو ما نستغرب هذا الكلام من أهل الكويت، خصوصا في تقديم الأعمال الإغاثية والخيرية في الكويت. باختصار وبدون زيادة كلام، معنا اليوم الإعلامية القديرة الكويتية والعريقة دائما ودائما تعشق جمهورية مصر العربية حتى النخاع، الإعلامية عائشة اليحيى. حياك الله منورتنا. يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزاء أحباء. حيا الله من يانا. يا هلا يا هلا ويا مرحبا. النور نوركم. إعلامية مخضرمة مثلك احنا نتشرف اليوم نحاورها. تفضلوا، وراح نضيع في بالحوار. حياكم الله. يحلى فيكم. يعني ممكن اول شيء يراودني، شنو سر حبك حق مصر؟ ما شاء الله حتى الكفر مال التليفون هني مصر وهني الكويت. اولا انا كويتية المولد، ولكن مصرية الهوى. مصر قريبة الى قلبي، واهلها ايضا قريبين الى قلبي. الطفولة نعم كانت في مصر من سنة 64 إلى الآن. أيام الزمن الجميل. أيام الزمن الجميل، ولا زال الزمن جميل. لا زال إحنا متفائلين الحمد لله. فمصر حقيقة تشوفون حياة. مصر أولا هي حياة، هي النيل، هي الأهرامات، هي البساطة، الثقافة، هي مسرح، هي غنى، هي نيل خالد، هي أهرامات شامخة، هي قامات شامخة. فمصر أم الدنيا، ومثل ما قال الرئيس السيسي هي الدنيا كلها إن شاء الله. إحنا نتأمل أن مصر تتقدم إلى الأمام إن شاء الله. مصر الآن متعافية الحمد لله. مصر قلب العروبة. مصر هي النبض للوطن العربي. فلا بد من وقفة مساندة، لا بد من وقفة إلى جانب مصر، لأن مصر هي ننظر لها إحنا كوطن عربي هي القوة الفاعلة في الوقت الحالي. أكيد. كجيش. أكيد. صح. نعم. كجيش، كوجود الحضارة الموجودة، مصر التاريخ، مصر القاهرة، يعني تعجز الكلمات كلها عن وصف أم الدنيا مثل ما قلت أستاذة عائشة. لكن توت رادة من مصر الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. رجعتي من حملة تبرعات تماشيا مع اللي سووه قبل يومين حملة أهل الكويت الصومال. وجمعتي تبرعات في حملة لمستشفى السرطان. كلمينا عن هذه الزيارة. أولا الحقيقة أنا كنت في مصر بطلب من سعادة سفير مصر، سفير الكويت، على أساس أقدم فقرات العيد الوطني. ما شاء الله. وكان الحضور رائع، يعني أمام احتفالية خاصة. الدبلوماسية العربية والعالمية، الكويت لها ثقل الحمد لله. فأتصور 1000 مدعو ما شاء الله في هذا الفندق الرائع، وأنا ألبس لباسي الوطني كويتي اللي نال إعجاب الجماهير، فهذا شيء طيب. أنا سعيدة بوجودي هناك لأن ثقل الكويت. لما أشوف أنا هالدبلوماسية العربية والأجنبية حاضرة، معناته أن الكويت لها حضور عالمي. وأنت ثقل مشرف لنا إحنا ككويتيين. الله يحفظك، الله يحفظك. قدمت الفقرات وكانت فطومة موجودة. الله. أطربتنا بالأغاني الوطنية والأغاني الكويتية الشعبية. فالحمد لله. طبعا كانت الكلمات بداية عن مصر. نعم. و
أطريت طبعا الكلام الطيب عن مخططاتها وعن مشاريعها العملاقة وعن قوة القوات المسلحة وتضحياتها والذود عن الوطن العزيز القالي مصر، وكذلك عن الداخلية والشرطة. فهذول لهم منا كل الاحترام كل التقدير. مصر قاعدة تقدم ضحايا أرواح ولا أرواح، ولكن راح أتكلم عن هذا الموضوع الإرهاب فيما بعد. الأخ سألني عن العطاء. العطاء جميل. بعد احتفاليتنا بالعيد الوطني عمل أيضا سعادة السفير مع زوجته معرض خيري إنساني الله داخل السفارة، فلاقى الحقيقة استحسان كبير من الكويتيين المتواجدين ومن أيضا المصريين. نعم. فكانت موجودة في 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 تفاعل هناك. طلبتنا يدرسون ما شاء الله بأعداد كثيرة، في تفاعل كثير. أحضروا ما شاء الله. أي نعم. فأحضرت الله يسلمك زوجة وزير الخارجية سامح شكري المصري، وأجريت معها لقاء كان ما شاء الله جميل، وعملت لقاءات عدة مع الضيوف وكان إقبال كبير، كانت المشتروات ضخمة. الريع هذا كله راح لمستشفى أبو الريش، مستشفى أبو الريش. فهذا دعم. الكويت بلد خير، بلد الإنسانية، وإحنا ندعم بمشاريعنا الخيرية صاحب السمو حفظه الله ورعاه، لأن هو أيضا أبو الإنسانية. فإحنا نكمل بعضنا بعض مشاريع عدة. فهذا هو الموضوع المهم. نعم. كذلك أنا صديقة مستشفى سرطان الأطفال 57-3-57، فأنا سنويا لما أروح لهم لابد أن يكون معي مبلغ معين أقدم لهم. هذا جهد ذاتي شخصي منك. جهد خاص، جهد خاص. عسى الله يتقبل منك. جهد خاص. وأعمل أيضا حفلات للأطفال، نجيب لهم أشياء تونسهم، صندوق الدنيا مثل ما يقولون، عشان يستانسون الأطفال المصابين بهذا المرض. أستاذة عائشة، في وايد ناس مثلا تحب التبرع، خاطرها مثلا تشارك بهالموضوع، بس صعبة أنها توصل حق هالمكان، يعني توصل حق مثلا تحديدا الفلوس وين تروح بالذات. والله أنا صراحة الأهل والحبايب والقرايب والأصدقاء وأصحاب الأيادي الكريمة صحيح. والقلوب الرحيمة في ثقة صحيح. الحمد لله. فيجون وأنا الحمد لله يعني أودي المبالغ كاملة لهذا المستشفى، والمستشفى يعلم جيدا في ذلك. إلى جانب العطاء، هناك مبادرة، المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري. نعم. هذول مجموعة كويتيات موجودين في مصر حاليا؟ لا، في الكويت. في الكويت. حلو. احنا مجموعة كويتيات اصحاب قلوب رحيمة وايادي كريمة، نجمع من الأحبة محبي مصر لعمل مشاريع في مصر. نعم. يرأس هذه المبادرة الدكتور هلال السائر، رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ولا غبار عليه في ذلك، وهو معروف دينامو متحرك تشوفه في جميع البلدان العربية المتضررة من الحروب، على الحدود يوزعون ويدخلون ويعالجون، يعني يقدمون أعمال خيرية. أعمال خيرية. نعم. فعملوا ثلاث مشاريع. المشروع الأول في محافظة قنا في قرية اسمها قرية المخزن. المخزن. نعم. تعداد سكان هذه القرية 15,000 نسمة. وين مكانها بس مخزن؟ قرية المخزن. قرية المخزن من قرى محافظة قنا. قنا. محافظة قنا. نعم. حلو. فهذه القرية اسمها المخزن. حلو. هذه في تعدادها 15,000 نسمة. نعم. إيش سوينا؟
ترميم مدارس ما شاء الله. إلى الثانوية العامة ما شاء الله 35 منزل من أروع ما يمكن تم الشيزة. الإسلام وتسليم المفاتيح منازل؟ منازل ما شاء الله من أروع ما يمكن. إذا المخرج الآن يحط لنا هال حط لنا بعض الشيء الصور. العجيب نعم قاعد ينزلون على الهواء ينزلون على الهواء ممتاز وأيضا بنية تحتية مجاري أجلكم الله ومصارف وتمديد مياه مخبز ما شاء الله لأول مرة يشوفون المخبز وهو يطلع لهم هالخبز المصري الحار جميل. السؤال بس استاذة عائشة عفوا هذه مبادرة يقدمونها مجموعة نساء نعم جهد نسائي جهد نسائي جهد متى أسست هذه ومتى سويتوا هذا المشروع واللي يبي ينضم لكم شلون هذا المشاريع هذه المشاريع خليني اكمل لك فهذا المشروع ايضا ومستوصف ما شاء الله نعم للعلاج هذا المشروع الاولاني زين تعال حق المشروع الثاني المشروع الثاني في اسيوط الله بعيد هناك نعم مساكين الاماكن بعيده وممتده استاذة عائشة انت ورحتوا الاسيوط نعم انت رحتي نعم ما شاء الله أنا أصلاً رايحة سوهاج في جامعة الوادي ويعني أنا من والأقصر كان عندي يعني مؤتمرات عدة هناك كنت أساهم فيها فالمشروع الثاني مشروع أيضاً جداً رائع في أسيوط في قرية اسمها قرية لدويرة لدويرة أي هذه قرية لدويرة عملنا فيها أيضاً ترميم مدارس وترميم مساكن كم مدرسة؟ عندك أربع أوه ما شاء الله نعم مدارس عدة ترميم فصولها بمختبراتها نعم كاملة تجهيزات عندك أيضا الله يسلمك في نفس هذه القرية قرية لدويرة عملنا تجهيز مركز لغسيل الكلى الله يسهل كامل لغسيل الكلى كامل لان هناك ايضا محتاجين الى غسيل كلى وهناك مشروع ثالث ونطلب من اهل الخير انهم يمدون اياديهم لنا مثل ما عودونا ان شاء الله للمسانده لمصر اللي هو مشروع مستشفى التشوهات الخلقية اللي هي الأرنبة وإصابة الحلقوم والبلعوم واللهات فهذا رح يكون الوحيد في العالم العربي يرئس الدكتور علي جمعة جمعية مصر للخير جمعية مصر للخير جمعية مشهورة احنا انضمينا لها كمشاركين ندعم هذا المستشفى هذا القسم بالذات نعم هذا المستشفى اللي هو مستشفى يكاد يكون الوحيد في الوطن العربي على أرض مصر العربية فالتبرعات ممكن تندفع إلى المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري في جمعية الهلال الأحمر الكويتية اللي يرأسها دكتور هلال السعير حقيقة احنا نحيي هذا الدكتور الدينامو المتحرك وبنات الكويت ما شاء الله عليهم وبدعم من اهل الكويت محبين الخير اصحاب القلوب الرحيمة والايادي الكريمة استطاعوا انهم يوصلون وفي فيلم والاخت عادلة الساير تسلم التشيك لي ايضا مسؤوله استاذة عائشة مصريه هناك هذه الاعمال ما تحتاج الى متابعه طبعا يعني نسلم اشهر مو مستحيل تكون هالاشياء هذه مثلا اسابيع تاخذ سنوات طبعا انت ما فيك لازم تقدمينها حق شركه بنى مقاول صح فالشركه مصريه والمقاول مصري الواحد بالكويت هنا يبني له بيت يشيل راسه نعم والايادي ننفع ايضا الايادي المصريه اكيد فكلهم اشتغلوا في هذه المشاريع
فالحمد لله. الحمد لله. يعني احنا حقيقه نقول اهلنا في مصر ويستاهلون الدعم. احنا حقيقه فخورين فيكم كبنات قاعده تقدمون اعمال خيريه. لكن سؤال، في احدى رحلاتك التقيتي بالفنانه القديره مديحه يسري في فيلم حكاها معكم؟ اي، الفنانه القديره مديحه يسري هي تعتبر الام الروحيه حقي وكل شيء، لان معرفتي معاها قديمه، يعني كلينا بطبق واحد، دخلت بيتي كاشف صوره لها وقعدت مع الوالده رحمه الله عليها سنين. احنا اصدقاء، يعني الاسره مع الاسره اصدقاء. وحاط علم الكويت طبعا. انا كل سنه اروح في العيد الوطني لازم ازورها بالمستشفى والبسها الاشياء الكويتيه في العيد، واجيب لها كيكه تقطعها. وسويت معاها لقاء ايضا ونزلناه باذاعه الكويت في برنامج عالم الاسره، ونال اعجاب الجماهير لانها تقدمت بتهنئه حق الكويت واهل الكويت ولصاحب السمو ولولي العهد ولكل الاحبه. يعطيكم الف عافيه، نتمنى لها الصحه والشفاء ان شاء الله. يعطيكم العافيه. واحنا تشرفنا فيك استاذه عائشه اليحيى الاعلاميه القديره. طبعا مو غريب عليكم اكيد، لان كيف لا وانتم يعني شعب تنتمون الى قائد وابو مثل قائد العمل الانساني عسى الله يحفظه ويرعاه، ابونا الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. في موضوع مهم، تفضل تعطوني خمس دقائق. خمس دقائق الوقت والله. اي والله عاد كيفكم انتم اخرتوني. خليني اقول لك شغله، وتعطوني خمس دقائق لان هذا موضوع بس موضوع جدا مهم. بعطيك واحنا كنا متفقين عليه. بس يعني المحاور الثلاثه ما في مشكله. بس اي شيء عند يزعل المخرج نقول له عند الاستاذه عائشه ليحيى. اي ما يزعج ما يزعل المخرج. ليش الهواء؟ تفضل. اي مشكور، جزاك الله خير. طبعا احنا كنا في مصر الحبيبه الغاليه، كنا في مخيم، وهذا المخيم مخيم للمرشدات، المخيم العربي للمرشدات. نعم. الثاني والعشرين اقيم في شرم الشيخ، مدينه الحب، مدينة السلام، مدينة السياحة، مدينة الفيروز، مدينة الهدوء اللي تحيطها جبال سيناء الغالية الحبيبة اللي قاعدة تصد الإرهاب الشنيع على مصر الحبيبة. أيضا هذا المخيم يضم 300 مرشدة. هذا مخيم عجيب، استضافتنا في مصر الحبيبة إقامة كاملة في المدينة الرياضية للشباب والرياضة. طيب. وجبات، إقامة، تسهيل كل الرحلات، والمخيمات خارج المبنى. احنا نحيي مصر العربية اللي أقامت اللي قدمت لنا نعم كل هذه التسهيلات. هذا المخيم تابع للإقليم العربي، والإقليم العربي تابع للجمعية العالمية للمرشدات، مقرها في لندن بريطانيا. شنو الأنشطة اللي تقومون فيها؟ الأنشطة طبعا في شعار اكتشاف مغامرة فرح. فشرم الشيخ فيها الله يسلمك القطس، يقطسون البنات، الغوص فيها، المقامرة مقامرة البقيات والسياكل على أساس يشوفون هذه مقامرة عندهم البيئة، يروحون يكتشفون البيئة. نعم، البرية، البيئة البحرية، ما عادت الحركة حركة المرشدات عقد لا، في اكتشافات. من حدد هذه الأشياء، هذه المحاور، هذه الجمعية العربية؟ طبعا هذه الجمعية، هذا المخيم تابع مثل ما قلت لك للجمعية. هذا الإقليم العربي للمرشدات ترأسها واحدة من الأردن ونائبتها كويتية نجاة بخيت. حلو. وكل مرشدات الكويت، مرشدات الوطن العربي كامل. ما شاء الله. يعني عملنا مخيمات خارجية، تصور لما يطلعون يطبخون، يقصلون العيش من البحر. الله. ويشوون على صخر ومن البيئة أعشاب.
فمنظر جميل جدا جدا جدا. الروح خصوصا لما يتعامل الإنسان مع الطبيعة اللي موجودة هذا شيء جميل. نعم. نشكركم جزيل الشكر على التأسيس اللي قاعد تقدمونه في المخيم في شرم الشيخ. والله نشكركم على كل الأعمال. إن شاء الله نزوركم هناك. حياكم الله يا هلا ويا مرحبا فيكم. نسوي حلقة هناك نطلع من الروح. والله لو تروحون إلى شرم الشيخ، هذا شرم الشيخ اللي فيها نعمة بك، وفيها سوهو الهدوء، وفيها السوق القديم الله، وفيها الله يسلمك ألف ليلة وليلة، تشوفون الحياة الرائعة الجميلة. لابد من السياحة. حلو. احنا أيضا تقولين في أمن، طبعا في أمن، احنا نحيي الشرطة المصرية ونحيي الجيش المصري اللي أمن لنا الطرقات. احنا نتفق وياك ونحيي الشعب المصري كله ونحيي الشعب المصري. مشكورين ولا قصرتوا، ويعطيكم الوقت والله العظيم ما يكفينا وياك اربع ساعات او خمس، لان عارفين انت قاعد تقدمين اعمال جميله تعكس واقع وفلسفه قيادتنا الحكيمه، حكومتنا الرشيده والشعب الله يحفظها ويحفظ شعبنا. يعطيك الف عافيه. احنا نتمنى لك كل التوفيق. انا عاجزه عن الشكر لكم على حسناتك ان شاء الله، وجزاك الله خير. اللهم عشان مصر وعشان الاستاذه عائشه يحيى، عطونا أم كلثوم يا شباب. والله أم كلثوم عجبه. يلا.